يسعد أوقاتكم مرة تانية، وصلنا معكم للفقرة الطبية بخصص العالم الطبي شهر أكتوبر تشرين الأول، الحديث للتوعية عن سرطان الثدي من أجل زيادة الاهتمام بالمرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية فيه والمساعدة بالكشف المبكر عنه ودعم النساء المصابات فيه. صحيح، لهيك ورد يعتبر الكشف المبكر من أهم العوامل المساعدة على تسريع عملية الشفاء من سرطان الثدي. اليوم مخصصين هالفقرة لنحكي عن أعراضه وآلية الفحص الذاتي وأحدث الطرق المتبعة بالعلاج مع الدكتور حازم محمد الحبيب، اختصاصي في طب الأورام وعلاج. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. يعني قبل ما نبلش حديثنا مع حضرتك، إذا بتسمح لنا نروح لنشوف المفاهيم الخاطئة حول سرطان الثدي ونوضح الصح والغلط منه. يعني مثل ما شفنا يمكن بعض المعلومات الخاطئة اللي في كثير أشخاص يمكن تتداول هي المعلومات، ولكن هي معنا صحيحة. خلينا نوضح دكتور حازم، شو هي الأسباب اللي تؤدي للإصابة بسرطان الثدي وشو اختلافه عن باقي أنواع السرطان؟ هلأ بالنسبة لسرطان الثدي، هو مثل أي سرطان ثاني بالجسم، في أسباب وعوامل عم تؤدي لزيادة خطورة الإصابة فيه. من التقدم بالعمر، كل ما زاد عمر المريضة، المريضة عم تكون قدام خطر أعلى للإصابة بالمرض. في عنا شيء مهم هو السيرة الذاتية للمريضة اللي بنبحث فيه عن إصابة سابقة بسرطان الثدي أو تعرض على علاج شعاعي على مكان الثدي سابق بسبب إصابة مثلاً بلمفوما أو ورم رئة. منا آفات سليمة موجودة عند المريضة مع تحولات ما قبل سرطانية، هدول ضروري نعرفهم لأنه هدول عوامل مؤهبة بتزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هلأ القصة العائلية كثير مهمة، وجود قرابة من الدرجة الأولى عند السيدة، أم أو أخت مصابة بسرطان الثدي، هذا الشيء عم يرفع الخطورة للإصابة بالسرطان عندها. هلأ في عنا عوامل وراثية، طفرات جينية عم تكون موجودة عند عائلة معينة، عم نلاحظ عندهم وجود سرطان ثدي أو سرطان مبيض بأعمار مبكرة. قصة عائلية واضحة تماماً. هلأ هون إنه وراثية غير إنه عائلية، إنه إذا دورنا عليها بنلاقي إنه وجود طفرات موجودة بجسم السيدة عم تؤدي لحدوث سرطان ثدي بأعمار مبكرة، ممكن يكون سرطان بالثديين بالإضافة لسرطان بالمبيض. هلأ في عنا التعرض الزائد للهرمونات الأنثوية عم يؤدي لزيادة الخطورة والإصابة بمرضان الثدي. هلأ هون ممكن يكون السبب دورة شهرية مبكرة، ممكن التأخر بحدوث الطمس، ممكن عدم الإنجاب، عدم الإرضاع الوالدي. المهم في مشكلة بالهرمونات هون بيكون. تماماً، المريضة عم تأخذ إنه كمية كبيرة من الهرمونات بدون انقطاع. عندنا كمان المعيضات الهرمونية اللي بيستخدموها بعض السيدات بعد سن اليأس، بالإضافة لحبوب منع الحمل والاستخدام العشوائي لها لفترات زمنية مستمرة وطويلة، ممكن تكون 5 سنين، 10 سنين، 15 سنة. هي متهمة هلأ حالياً بزيادة الخطورة بإحداث سرطان الثدي. هلأ بالإضافة عنا لعوامل تانية، نوعية الأكل، الحمية المعتمدة على دسم كثيرة، الابتعاد عن الجانب الصحي من الحياة، الابتعاد عن الرياضة، بالإضافة لوجود أسباب عامة للسرطان مثل التلوث، الإشعاع، شيء نشوفه هذا بالبيئة، يعني التدخين مثلاً.
طيب دكتور، معناتها أسباب عديدة، ولكن الخبر المنبئ بالسعادة نوعا ما أنه هذا السرطان قابل للشفاء التام. تماما. كيف؟ هلأ نحن منقول عن سرطان الثدي، هلأ حالياً ما عاد نقول للمريضة أنت مصابة بسرطان ثدي، نحن ممكن نقول للمريضة أنت عندك مرض ثدي. هذا المرض هو مرض مزمن، المريضة المفروض أنه تتعايش معه، مثله مثل مرض السكري. ما في مريض سكري بيوقف ياخد أنسولين، ما في مريض سكري بيوقف ياخد خافضات حب فموية. هلأ مرض السرطان تحديداً بالثدي هو نفس الشيء. نحن هلأ حالياً همنا أنه نوعي العالم لضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدي، لأنه لما المريضة بتكشف حالها بشكل مبكر نحن ممكن نحكي بنسبة شفاء عالية كتير، ممكن تتجاوز 90%، مع طبعاً أضرار قليلة كتير للمريضة، منها خسارة ثدي أو تشوه الثدي بحكم استئصال جزء منه، أو ممكن حتى نستغني عن علاج كيماوي لاحق وأعراضه المزعجة بالنسبة للمريضة. تمام، معناتها يعني هذا الشيء مبشر انه نسب اكيد الشفاء بتكون كثير كبيره من هذا المرض. الله يشفي الكل ويحمي الكل يا رب. طيب المفاجاه كمان، في كثير اشخاص يمكن ما بيعرفوا انه هذا المرض هو ممكن يصيب ايضا الرجال. تمام. هل بتختلف الاصابه بين النساء والرجال بسرطان الثدي؟ هلا سرطان الثدي ممكن يصيب الرجال كمان، المشكله فيه انه عم يكون اكثر خطوره لما بيصيب رجل، لما بيصيب الرجال، لانه هو نادر يعني كنسبة إصابات أقل. تمام. هلأ هو بشكل تقريباً أقل من 1% بنسبة سرطانات الثدي، فشوي هيك الرجال عم يكونوا بعاد عنه لأنه يتوجهوا أنه ممكن يكون عنده سرطان ثدي. هلأ علاجه مثل علاج سرطان الثدي، ممكن نلجأ نحن لعلاج جراحي، بعد علاج كيماوي، بعد علاج هرموني معتمد على التاموكسيفين. أسبابه كثيرة، ممكن أمراض الخصية تلعب دور فيها، نوعية الأكل مثل ما قلنا، الأكل المعتمد على الدسم العالي ممكن في بعض الأبطال بكمال الأجسام تماماً. أو بناء الأجسام بطريقة خارجية، هرمونات اكتنائية بتلعب دور كتير كبير. تماماً. طيب دكتور، هون نحن نحكي سؤال، آلية العلاج كيف بتكون؟ نحن حصراً عمل جراحي واستئصال، حصراً أشعة، حصراً علاج كيماوي، ولا لا في بروتوكول معين متبع؟ هلا آلية العلاج بتعتمد طبعاً على تشخيص المرض رقم واحد، ووضع مرحلة دقيقة للمرض. هلأ المريضة لما بتكون كاشفة حالة بشكل مبكر والكتلة كثير صغيرة، نحن ممكن نروح فوراً على علاج جراحي، بعدها ندرس حجم الورم بعد الاستئصال. حسب حجم الورم ممكن المريضة تحتاج لعلاج كيماوي، ممكن تحتاج لعلاج شعاعي، ممكن لاحقاً لعلاج هرموني، ممكن بحالات قليلة شوي نحن عم نحاول نزيد هاي الحالات. هلأ عن طريق توعية المرضى وعن طريق الكشف الباكر أنه يكون الاستئصال الجراحي كافي، ونجنب المريضة عناء ومشقة العلاج الكيماوي، ونروح بعدها فوراً لعلاج هرموني على فرض كانت المستقبلات إيجابية. تمام. كمان في كتير أشخاص بيقولوا دكتور أنه الفحص الذاتي للسيدة بين فترة والأخرى، طبعاً ما عم نحكي أكيد على الفحص اللي هو الماموغرام مزبوط اللي هو بينعمل للسيدات، إحنا عم نحكي على الفحص الذاتي للسيدة إذا هي حابة تفحص حالة بين فترة والتانية. خلينا نوضح كمان قديش مهم هذا الموضوع، وإذا لا سمح الله السيدة خلال الفحص الذاتي حست بوجود مثلاً كتلة لا سمح الله أو شيء، هون هي شو لازم تعمل؟ هلأ بالنسبة لموضوع الفحص الذاتي عند السيدة، نحن كتير هلأ حالياً عم نركز عليه بهي الفترة. هلأ أنا كطبيب أورام بنصح أي سيدة وصلت لعمر 20 أنه تبدأ بقصة الفحص الذاتي. هلأ بجوز تستغربوا أنه العمر صغير، من العشرين دكتور، من العشرين، هلأ العمر أبداً ما أنا صغير. طبعاً هي توصيات عالمية، ما أنا أنه شيء مبتكر عنا. لما بتبلش السيدة بعمر 20، أول شغلة هي رح تحفظ معالم الثدي عندها، فرح يكون عندها القدرة لاحقاً أنه تكتشف أي خلل أو أي تغيير صار بالثدي عندها. هلأ أفضل وقت لتبدأ فيه بالفحص هو بين يوم 5 للـ9 من بدء الدورة الشهرية، لأنه الثدي رح يكون محرر من كل تأثيرات الهرمونية وطري ممكن تفحصه. من بعد حدوث الدورة دكتور بخمس أيام؟ من أول يوم من حدوث الدورة. تمام. من هذا تقريباً من 5 إلى 9 أيام. تمام. وممكن نعمل الفحص الذاتي. هلأ الفحص الذاتي هي عم نحكي عند السيدات الصغار. هلأ المتزوجات أو اللي عم ياخذوا حبوب منع حمل، بنقول لهم دائما ابدوا بالفحص مع أول يوم بأول ظرف، يعني لما تبدأ بالعلبة الجديدة تبدأ بالفحص. هلأ السيدات بعد انقطاع الطمس أو اللي عندهم اضطراب بالدورة الشهرية ما قادرين نحدد يوم 7 أو يوم 5 أو يوم 10، ممكن نقول لهم حددوا يوم بأول الشهر، بمنتصف الشهر، بآخر الشهر، وعملوا فيه الفحص الذاتي. هلا الفحص الذاتي هو بنقسم لشقين، الاول هو عن طريق النظر والثاني عن طريق اللمس والجس.
هلا عن طريق النظر دائما بنقول للسيده وقفي قدام المرايه، حاولي تطلعي على الثدي، شوفي اذا في تغيير بشكل الثدي، في شيء كتله مثلا طالعه لبرا، عندنا تغيير بشكل او لون الجلد بالثدي، الحلمه مثلا فيها شتر، فيها غؤور او دخول، بقول نحن القشره البرتقاليه تماما بتكون هلا هذا مموجه شوي تماما. هلا هون هذا بيندرج ضمن تغيير بشكل الثدي، لما الورم بيوصل لمرحله بيوصل فيها على الجلد بياخذ هذا الشكل اللي عم تحكي عنه حضرتك، انه بيجي مثل تقريبا مثل قشره البرتقاله بصير وقتها. هلا ممكن السيده تطلع انه تشوف هذا الشيء تلاحظه بعينها. هلا لحتى نزيد مساحه الرؤيه ممكن السيده ترفع ايديها لفوق او تحط ايديها على خصرها، هذا الشيء انه بيعطينا مساحه ممكن نشوف فيها اكثر، بالاضافه لتوتير العضلات وشد الجلد، عفرت في كتله صغيره موجوده تحت الجلد بتصير السيده عندها قدره اكثر انه تلاحظها. هلا بننتقل بعدها للخطوه اللي بعدها اللي هي عن طريق اللمس. هلا بننبه هون على نقطه كثير مهمه، انه اللمس ما لازم يكون برؤوس الاصابع، بباطن اليد، لانه رؤوس الاصابع دائما بتعطينا معلومات غشاشه. ايه تمام، باطن اليد شوي. دكتور من هون لازم تكون هون يعني من جوا باطن الاصابع. باطن الاصابع تمام تمام. هلا بنحاول نحن نعمل الفحص بوضعيتين، وضعيه الوقوف ووضعيه انه المريضه تكون متسطحه فيها. هلا بتتسطح المريضه اذا بدنا نفحص الثدي الايسر، بتحط ايدها اليسار ورا كتفها او بالاحرى ورا رقبتها، وبالايد اليمين عن طريق باطن الاصابع مثل ما قلنا بنقسم الثدي لدوائر من الخارج باتجاه الحلمه، بنعمل الحلمه انه هي المركز. تبدا السيده بالفحص من نصف العلوي من فوق وبشكل دائري مشان السهوله باتجاه عقارب الساعه. هلا مع كل حركه بنحاول انه تحرك ايدها تقريبا من نص سنت لسنت، تحاول تدور على شيء انه ما له طبيعي، على تعرج، على نتوء، على تكتل بسيط، ممكن يكون يعني قد حبه العدس تماما. هلا نحن لما بتبدا هي بعمر ال 20 حتحفظهم كلياتهم، فاي شيء جديد رح يطلع معها رح تكون انه قادره انه تميزه. دكتور في ناس بخافوا، في ناس ما بيعملوا هاللي عم تحكي عليه، يعني انا بعرف هلا في سيدات عم يتابعونا ما بيجي من قلبهم يعملوا الفحص الذاتي، او ما بيجي من قلبهم يروحوا يعملوا ماموغرام. يعني هلا في كثير مراكز عم تقدم ماموغرام مجانا، صح، بالتعاون مع وزاره خاصة الصحه، خاصه بهذا الشهر تماما، فبيخافوا. انت شو نصيحتك بالختام؟ هلا انا نصيحتي لكل سيده انه تبدا بالفحص الذاتي من عمر العشرين. هلا بين عمر 20 لعمر 40 في عنا شيء اسمه فحص طبي، تتوجه لزياره الطبيب، سواء لاحظت وجود شيء او ما لاحظت وجود شيء، مره كل 3 سنين. بعد عمر ال 40 المفروض تتوجه مره واحده، بعد عمر ال 40 بصير في عنا فرصه كمان نستخدم مثل ما قلت حضرتك الماموغرافي، انه لفحص الثدي وتقييم يا ترى في عنا شيء موجود فيه، في شيء مرضي او ما في شيء مرضي. تمام، نتمنى اكيد صحه والسلامه للجميع. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا دكتور حازم وكل المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها. شكرا كثير. شكرا كثير. شكرا.